السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اهم ميزات ويندوز 11. ويندوز 11 اهم حاجة فيه اللي هو بيشغل بعض الحاجات اللي هي الاندرويد في الفترة التجريبية. ابتدي معاكم بقائمة ستارت اللي هي انتقل مكانها من الاقصى اليسار الى لهذا المكان في المنتصف. بنفتح هذه القائمة. طبعا ايدك اليمين هتلاقي العادي خالص زر الباور الكنسليب شت داون او ريستارت. في هنا اهم البرامج اللي انت بتتعامل معاها، ممكن تاخد تجيب كل البرامج all apps. هنا كل التطبيقات بتوصل لها بسهولة من هذه النافذة. كل التطبيقات عندك توصل لها، تكلك عليها بس على طول بيتفتح البرنامج، تمام، بدون اي بحث او تعقيدات. يعني زي ما انت شايف كده الاب اتفتح مباشرة. نرجع تاني هنا برضو بعض الالعاب الموجودة عندك، هتجيب هنا مور تجيب لك كل البرامج وكل الالعاب اللي عندك، انستجرام فيسبوك، تمام. اللعب اللي عندك كاندي كراش ممكن تعمل معاها من هنا بمجرد انك انت بتكلك عليها وان كليك. زي ما انت شايف كده فتحت معانا اللعبة مباشرة، تمام. بعد كده بعد هذه القائمة، بعد ما شفنا جميع الاب وجميع الالعاب، تمام، بكلك خارجها كده على طول بتروح هذه الصفحة، بجيب السيرش. برضو ممكن اجيب اي تطبيق انا عايزه عن طريق هذا السيرش. بقول مثلا لو انا حبيت اجيب عايز برنامج الفيسبوك، بعمل عليه الفيسبوك واقول له اوبن من هنا، او ان انا عايز اجيب الكنترول بانل، كنترول بانل على طول بجيبها من هنا بقول له اوبن. ده موضوع السيرش. او ممكن يعمل عملية سيرش، او ممكن اعمل عملية رن اذا كنت عايز اخش على الدوس، تمام. وكل الحاجات السيتنج بتاعت الويندوز بلاقيها هنا في السيرش. بعد السيرش هنا الايقونة التالتة ديت مكتوب عليها التاسك فيو، بيوريني كل الويندوز اللي انا فاتحها الان. فانا عايز اروح مباشرة على هذه الصفحة، بكلك عليها بتجيلي على طول الصفحة دي، تمام. خش كده على طول على المايكروسوفت ستور، وهو ده اهم حاجة احنا عايزين نتكلم عليها في ويندوز 11. في اربع هنا حاجات مهمة جدا تبين لك مميزات ويندوز 11. تاب التوب ابس دول البرامج يعني او التطبيقات الرئيسية، دي اهم التطبيقات. معظم هذه الالعاب ما كانتش بتلعب على الكمبيوتر، كان بتلعب على الموبايل بس. وزي ما انا قلت لك في بعض البرامج فري مجانا، وفي بعض البرامج بفلوس. هنا برضو بعض الالعاب هنا زي دي مثلا، لعبة زي ديت ب 445 جنيه مصري، تمام. في العاب بمبالغ، وفي العاب زي ما انت شايف فري زي ما انت عايز، خلاص. بعد كده ممكن التطبيقات، تمام، ممكن اجيب اعمل هنا واقول انا عاوز انزل مثلا التويتر مثلا، اهو بكلك عليها كده وبقول له انستول، وبيبتدي يتحمل عندي على الكمبيوتر. دي من ضمن المميزات، تمام. وهنا برضو هتلاقي بعض المميزات، حاجات ممكن تسطبها ما كانتش ممكن تسطبها قبل كده في الويندوز، لانها كلها كانت بتشتغل زي ما قلت لك على الاندرويد. طيب لو انا حبيت كوكين في فيفر دوت اسطبها، بكلك عليها كليك عليها وبعد كده بقول له انا عايزها جيت، لان انا شايفها فري خدها فري. بعد كده اقول له انستول، تبتدي ايه تتحمل عندي، وبلاقيها ولاقيها في الابس عندي، او بعمل عليها سيرش. ادي التويتر اللي انا نزلته، تمام، وادي الكاندي كراش نزلته، وكل هذه الحاجات انا نزلتها من على التطبيق بتاع مايكروسوفت ستور. وبكده نكون اتكلمنا على اهم حاجات في ويندوز 11 اللي بيميزه اللي هو بينزل برامج الاندرويد. شكرا والى اللقاء.